حسن مساك لو الدهر نساك. الأسقف كلها زي المدينة عشان النخيل صح عندنا نخيل غنية بيوجد بلوحات الإحساء يعني ما شاء الله أكثر أنواع من النخيل خلاص معروف من عندنا اليونسكو. هذه كمان عريش من الفصيل ومن الثعب. هذا التنور صح؟ لا يا كرمك الله دوتمية؟ دوتمية يسموها الخلال. أنا فكرت إنه هيك هذا فوق الغداء عرب ليش اسمه؟ طاقر. قصة الخضر. هذه غرفة الدمام تبنى من الحجر البحري كلها يا شباب. طبعا احنا هنا جبنا ناس متخصصة في التراث اهم شيء الشبك هذا الصيد يجي الصيد.